لفرع النادي الاهلي في مدينه نصر. اول ما يكونوا جاهزين معانا زميلنا محمد توفيق من النادي الاهلي فرع مدينه نصر، ومعاه اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينه نصر. مساء الخير عليك محمد. مساء الخير. مساء الخير يا شيماء، برحب بيكي وبكل مشاهديكي وكل الاهلاويه في كل مكان، ويا رب شم نسيم سعيد على كل المصريين وعلى الاهلاويه بشكل خاص. يمكن احتفال اسري وزي ما بنقول عائله الاهلي سواء قدام الشاشات او هنا داخل مدينه نصر فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، يعني اجواء اكثر من رائعه. يمكن الجو حر شويه النهارده، لكن اداره النادي هنا والاداره التنفيذيه وفرت كل سبل الراحه لاعضاء النادي الاهلي، من شمسيات، من مشروبات سايله، من استقبال يمكن اكثر من رائع لكل المتواجدين هنا داخل فرع مدينه نصر. جو اسري زي ما بنقول دايما عائله الاهلي، سواء داخل النادي الاهلي بفروعه الثلاثه او امام الشاشات بننقل لهم اول باول الحدث. يمكن جو زي ما قلت لحضرتك اسري، عائله الاهلي بجد، تحس انك في عيله، مش بس في نادي اجتماعي، لا جوه عيله، زي ما كان مجلس الاداره دايما هدفه ان يبقى دايما برنامج عائله الاهلي. عائله الاهلي موجوده وتقدري تشوفيها بشكل كامل وشكل واضح هنا داخل فرع مدينه نصر، وكمان قدام الشاشات جمهورنا هيشوف دوت معانا. ومعانا في اللحظات دي اللي هو حسن مسعود مدير الفرع هنا بمدينه نصر. يعني سياده اللي هو برحب بحضرتك في البدايه، يمكن شايف النهارده استعداد اكثر من رائع لاستقبال اعياد الربيع واستقبال اعضاء النادي الاهلي. يعني كلمنا النهارده عن اليوم قعدتوا له ازاي، وايه الخدمات اللي والتسهيلات اللي بتوفروها لاعضاء النادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا ببتدي بتهنئه الشعب المصري بعيد الربيع، بنهني اخواتنا المسيحيين بعيد القيامه المجيد، بنهني الشعب المصري بقرب قدوم شهر رمضان. في كذا مناسبه مع بعض متواجدين احنا بنحتفل بيها كعاده النادي الاهلي دايما في كافه المناسبات، وطبقا لبرنامج عائله النادي الاهلي وطبقا لتوجيهات مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان احنا بنحتفل بكافه المناسبات، ومن ضمن هذه المناسبه مناسبه عيد الربيع اللي المصريين من قديم الازل بيحتفلوا بيه، والنادي الاهلي متعود دايما في هذه المناسبه بيحتفل بعيد الربيع. الاحتفال طبعا احنا استعدينا لهذا اليوم من فتره طويله، ان احنا كان لينا طلبات. مجلس الاداره الحمد لله وافق لنا على كل طلباتنا، المدير التنفيذي كان له دور في دعمنا في تهيئه المناخ وتهيئه الجو اللي موجود لاستقبال الاعضاء. جاهدنا لهذا اليوم، عملنا مظلات، عملنا كميه من الشماسي، زودنا كميات الكراسي، تم التعامل مع منافذ البيع بفضل الساعه 6 الصبح متواجدين بيقدموا الخدمات للاعضاء. توفرنا العماله المناسبه ان هي تقدم كل ما يتطلبه او ما يطلبه العضو، عضو جمعيه عموميه. فالحمد لله بالنسبه كاستعدادات على اكمل وجه، واعتقد ان حضراتكم متواجدين في وسطينا وشايفين رد الفعل مع الاعضاء الجمعيه العموميه ايه. بالنسبه للبرنامج اللي احنا جهزناه، احنا جهزنا برنامج قوي جدا. ابتدينا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل، عندنا شفنا فيه جميع الاذواق وجميع الاعمار، جبنا ما يخص الاطفال، شهات اطفال، الساحر، اراجوز، اكثر من فقرات شغالين فيها من الساعه 10 الصبح. في بعد كده ان شاء الله هيبقى فيه فقره فنون شعبيه، ثم هنخش في الفقرات الفنيه اللي فيها الفنانين والفنانات. جبنا الفنانين والفنانات اللي هم من دار الاوبرا واللي هم ليهم يتمشوا مع كافه الاذواق، يعني عندنا الشبابي وعندنا الاكبر في الشباب شويه. فالحمد لله الاذواق كلها موجوده، احنا موفرنا لكل الاعمار اللي هو يرضي رغباته. والحمد لله اليوم زي ما انتم شايفين ماشي جميل، والاعضاء سعيده ومستمتعه. فانا بعيد تاني التهنئه للشعب المصري، وبهني اخواتنا المسيحيين، وبهني الشعب المصري علشان شهر رمضان ان شاء الله. وانا بشكر قناه النادي الاهلي اللي باستمرار متواجده في داخل الحدث، باستمرار موجوده في اي حدث بيبقى موجود او اي مناسبه بتتواجد وبتغطي. فيعني حقيقه انتوا بيبذل مجهود خارق من القناه، فاحنا بنحيي القناه وبنقول لكل القناه وكل العاملين فيها كل سنه طيبين. يعني سيادة اللي هو تقول ايه للعضو اللي لسه ما نزلش من البيت وجاي النادي، يعني الرساله اللي بتحب توجهها له، والرساله اللي تحب توجهها للاعضاء اللي موجودين داخل النادي الاهلي حاليا. طبعا الرساله اللي بوجهها للعضو اللي لسه ما نزلش، اكيد هو عارف
المجهود والخدمات اللي بتبذل داخل النادي، والعضو عارف هو هيجي امتى. فاحنا على فكره هنبتدي التدفق هيزيد من دلوقتي، هيبتدي الاعداد تزيد لان الاعضاء عارفه في برنامج وفي حفله ومرتبه نفسها. بالنسبه للعضو الموجود احنا بنقول له ان احنا متواجدين هنا، مفروض ان احنا في خدمتك، بنوفر لك كافه سبل الراحه، كافه وسائل الراحه علشان تيجي تقضي يوم جميل، تيجي تقضي يوم مع اسرتك ضمن اسره النادي الاهلي، الاسره الكبيره، وان شاء الله يبقى يوم موفق وينتهي على خير ان شاء الله. شكرا يا فندم، لكم التوفيق ان شاء الله في كل حاجه بتعملوها. بشكر حضرتك جدا، كل سنه وانتم طيبين. متشكرين يا محمد. الشيمه دي كانت الاجواء هنا داخل النادي الاهلي بمدينه نصر. زي ما قلت لك هنا بجد تشوف عائله الاهلي، الترابط والعلاقات الاجتماعيه الجميله والسعاده اللي على وشوش الناس. ويا رب كل ايام مصر تبقى سعيده وكلها اعياد، سواء اعياد الاخوه المسيحيين او اقتراب شهر رمضان على الشعب المصري بشكل كامل. يا رب دايما ايامنا اعياد، ويا رب دايما ايامنا سعيده على عائله النادي الاهلي الكبيره، سواء داخل فروع النادي او امام الشاشات. والكلمه دي كشيمه.